تحذير جديد من دائرة الهجرة التركية. مرحبا اصدقائي، وياكم حارة المهندس. نشرت دائرة الهجرة التركية عن تحذير جديد على مواقعها الرسمية، على مواقع التواصل الاجتماعي، لكل شخص موجود في تركيا والراغب بالتقديم على الإقامة التركية سواء كان لأول مرة أو للتجديد. التحذير هو انه لا يحق لاي شخص التقديم على الاقامه، يعني اخذ الموعد، اذا ما كان موجود في داخل تركيا. بمعنى ما يصير تقدمون وتاخذون الموعد وانتم خارج تركيا وتجون فقط لتركيا على الموعد، راح يتم رفض الاقامه مالتكم. هذا تحذير يعني مثل ما نقول شديد اللهجه، ورفضت رفضوا عده اقامات. اللي يريد يقدم على الإقامة التركية لازم يقدم بعد ما يدخل للأراضي التركية، مو أنتوا موجودين في خارج تركيا وأكو بعض الشركات أو بعض الأشخاص اللي يقولوا لكم إحنا نقدم لكم بممالغ معينة وأنتوا تجون فقط على موعد المقابلة مالتكم وتحصلون على الإقامة. لا تسوون هذا الشيء، لأن هذا الشيء راح يخلي الإقامة مالتكم ترفض. فالطريقة السليمة هو تجون إلى تركيا سواء كان التقديم لأول مرة أو للتجديد، ومن ثم تقدمون على الموعد، لأنه راح يكون من تاريخ تقديمكم للموعد أنتم موجودين في داخل تركيا أو في خارج تركيا. أكيد أكو سيستم يربط كل المنافذ الحدودية، لأن أنتم من تدخلون سواء كان بالبر أو بالجو الاسم مالتكم يدخل في هذا السيستم، بالتالي راح يعرفون بأي وقت أنتم اجيتوا، وإذا كان قبل الموعد أو قبل التاريخ مال التقديم أو بعد التاريخ مال التقديم. الشغلة الثانية، حاولوا تقدمون وثائق صحيحة 100%. أكو بعض الناس يحاولون يقدمون ممكن وثائق مزورة، حتى لو يغيرون حرف واحد من الاسم أو كذا شيء، هذا الشيء يؤدي إلى رفض الإقامات أيضا. فهذه الشغلتين انتبهوا إلها. أيضا أكو شغلة إضافية لاحظتها يعني بالفترة الماضية، أكو تنبيه أريد أوجهه لكل الناس اللي عندهم عقارات واللي هم مقدمين على الإقامة العقارية أو مقدمين على الإقامة ويريدون يحصلون إقامة عقارية. الفرق بين الإقامة العقارية والسياحية، مثلا اذا انت عندك عقار ومقدم على اقامه سياحيه ايضا راح يطوق سنتين، لكن الفرق الاقامه العقاريه بعد 5 سنين يحق لك تقدم فيها على الجنسيه، الاقامه السياحيه ما راح يحق لك تقدم فيها على الجنسيه التركيه. فالناس المتزوجين راح يطلب من عندهم، اذا مثلا الرجل هو صاحب العقار وزوجته ايضا موجوده والاثنين يريدون يحصلون على الاقامه العقاريه، فراح يطلبون عقد زواج مصدق، اول شيء مترجم ومصدق من وزارة الخارجية التركية اذا مثلا موجودة انتوا في بلدكم، او من السفارات اذا انتوا موجودين في تركيا. فلازم تسوون هذه الشغلة حتى تحصلون اثنيناتكم على الإقامة العقارية واللي هي تحق لكم تقدمون على الجنسية بعد 5 سنوات. وهذا كان فد فيديو سريع حبيت أوضح لكم هاي المعلومات. طبعا كثير من المشاهدين اللي يشاهدون هاي القناة هم ما مشتركين في هذه القناة، دائما من أبواء الإحصائيات تطلع لي إنه كثير الناس يباعون هاي الفيديوهات لكن هم ما مشتركين، فحاولوا تشتركون ويانا حتى توصلكم الفيديوهات أول بأول، وكذلك أيضا حتى تدعمون هذه القناة وأيضا تحاولون توصلون الفيديوهات إلى ناس أكثر حتى تعم إن شاء الله الفائدة للجميع. من ان شاء الله يا رب استفاديتوا من هذا الفيديو. كالعادة حطونا لايك لهذا الفيديو، كتبونا رأيكم بالتعليقات، واذا احتاجيتوا اي شيء تواصلوا وياي، وان شاء الله يا رب نشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.